لم يكن يتوقع رضوان المقيم بمدينة برشلونة الإسبانية أن يجد رحلته ملغاة دون سابق إنذار. عالق في المطار والحسرة بادية على وجهه، يقول إن عائلته في انتظاره ومشكلته ربما ستتعقد مع تعليق الرحلات نحو أوروبا بسبب كورونا. إن شاء الله ندبر بي، لازم ندبر بي، لازم ما نجمش نريح هنا، عندي الخدمة، عندي الأولاد، عندي كذا، امبوسيبل. نمشوا على ربي إن شاء الله نشري بي ونروح. دوك أنا صابر، قالوا لي اصبر، مانيش عارف. مظاهر الخوف من انتشار الوباء لم تغب في هذا المركز التجاري أيضا. هاجره الزبائن وأغلقت معظم المتاجر، وعين البعض هنا على تكديس المنتجات خوفا من تأزم الوضع. رفضنا أن تكون بؤرة من بؤر انطلاق لا قدر الله العدوى، واتخذنا قرار يعني منذ يومين كقرارات احترازية أن نوقف النشاط بالمركز التجاري. رفع الأذان في مسجد الفلاح إلى أن الأبواب بقيت موصدة في وجه المصلين، والسبب تعليق الصلاة في المساجد لمنع انتشار الفيروس. الصلاة في بيوتكم. مليح الإنسان يصلي في الدار باش نتجنبوا هذه الكورونا إن شاء الله. أحسن لنا باش الإنسان هذا ما يمرش، كاين اللي عنده كما نقولوا احنا المناعة ثم يقدر يقاوم لهذا المرض، وكاين اللي ما عندوش. ساد السكون في هذا المنتزه ولم يعد الأطفال يعانقون ألعابهم. العمال حجروا ماكيناتهم بعد أن حجر الفيروس كورونا زبائنهم في البيوت. الجميع ينتظر مرور جائحة كورونا في البلاد. فريد رشدي، العربية، الجزائر.